هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما نبدا الفيديو منساش تحطوا لايك، ولو انت جديد عن شير القناه وفعل زر الجرس. طبعا يا حلوين، وده بقيت التحديث الجديد. حلوة قوي، هو البيت ده على شكل مطعم، فاحنا هنعمل تصميم النهارده مطعم. تمام، فيلا بينا نصمم المطعم وهنوريه لكم بعد ما نصمم.
خلصنا عملت اول حاجه كده، حطيت هنا كاميرا مراقبه، وكمان عملت هنا كاشير وكده عشان اللي داخل يعني يدفع وياخد تذكره وكده. وده بقى قعده الناس بقى، عملت كده حطيت كذا ترابيزه، اللي جاب الشخصيه دي هنا ما علينا يعني. دي بقى قعده ترابيزه وكراسي بقى، ودي انوار، وحطيت هنا شاشه عشان يتفرجوا، ومناديل على الترابيزات وكراسي اطفال وكراسي ناس كبيره، وزرع وحاجات حلوه كده. هو ده شكل القعده بتاعتهم، حلوه قوي بجد. اي جماعه هطلع مصممه حلو بقى، فصمم قوي في توكابوك، حلوه قوي اهوت. هندخل بقى على الباقي. طبعا انا علقت الشماعات، وطبعا معلقه بلوزه عشان تعرفوا يعني ان دي مثلا اللي داخل وكده يعلق الجاكيت بتاعه. وعملت هنا حمام، حطيت كده بامبرز للاطفال وفوط بقى عشان ينشفوا ايديهم، ومناديل، وحطيت كل حاجه. اهم بقى جزء المطبخ اللي هنعمل فيه الاكل، حطيت هنا منيو كبير كده، وحطيت هنا كذا منيو كده، في كذا طبخات، في اللي هو فواكه وفي اكل وفي خضار وكده عشان يعني اشوف. حطيت منيو. بعدين يا جماعه حطيت هنا في التلاجة دي مخصصه للعصاير وكده، وحطيت بقى هنا، حطيت صف كده في زيت بقى وزيت زيتون وكل حاجه. وهنا حطيت بقى اللي هو البيتزا وحاجات البيتزا يعني، اللي هو العيش بتاع البيتزا والكريب ده، وتوابل الفراخ وحاجات الاطفال اللي هي الاكل السيرلاك بتاعهم. قفليش ليه؟ المهم في، وكمان جبت مكنه فشار، وجبت بقى كل حاجه بقى مخصصه بالمطبخ، حلل بقى وميكروويف وبتاع اللي هو بتاع البانكيك وبتاع قهوه، كل حاجه. والتلاجه دي بقى مليانه حاجات، فيها بقى سمك اسماك وكل حاجه، دي بقى عشان تعينوا البيتزا فيها تستوى او الفراخ وكده. وجبت بقى سكاكين والحاجات ديت ومعالق، وكنت طبخة هنا دي قطاعة وكده، كنت قطعت شوية حاجات ديت بقى بتاع كده، دي نغسل فيها الأطباق، ودي يعني ايه غسالة أطباق كده بنغسل فيها الأطباق وكده. وبس يا حلوين، ده كان تصميم النهاردة. لو عجبكم متنسوش تحطوا لايك واشتركوا في قناتي. باي باي.